السلام عليكم يا شباب، يا رب دايما اشوفكم بخير وصحه وسعاده. والنهارده في الفيديو بتاعنا هنتعلم ازاي ان احنا نضرب اليمين المستقيمه في الجزع او في البطن. ضربه اليمين زيها زي الشمال بالظبط، بنزل بنفس الاداه وبأدي. هنروح نشوف الفيديوهات التوضيحيه اللي جايه ونشوف ازاي ان احنا نقدر نسدد لكمه مستقيمه يمين في البطن او في الجزع بالنسبه للخصم اللي قدامنا. نروح نشوف الفيديو ونرجع لكم مره ثانيه. فيها المفيد والمضمون. أشوفكم على خير دايما في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.